مشتاق لك عيني، كنت فين يا نسيني، ياما قلبي ناداك وبتمناك وبستناك. الو حبيبي. ايوه اسد بقى كده، ادينا بومبا يا اسد. ورينا انا متغاظ منه. ايوه يا اخويا متغاظ منك عشان كل البهدله اللي احنا فيها دي بسببك انت. قول العنوان ايه؟ بقول لك ايه يا حمد؟ ايه؟ ما تيجي تشتغل معايا بدل الافلام الفالسو دي؟ والله ما انت فاهمة حاجة، الموضوع أكبر من دماغي بكتير أوي يا سونا. صباح الفل، اتكل على الله. أنا بقى ما كنت تقعدوا معانا شوية؟ مش عايزين نكون تقال عليكوا يعني يا سيدي. واحد كان اشتكي لك؟ احنا أكيد هنزوركوا كتير. يلا يا كيمو عندنا شيراتون. يلا. هو حمو بيحب الهزار كده. أشوف وشك بخير. اسمع يلا، اسمع يلا. 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 اسمع مقاوم الرب الرحيم. حونا عيالك يا ناصر الفال. ماشي يا ناصر، بتهرب؟ طبيعك ترجع من غير السجون. اسحب بسرعة، اهرب بسرعة، اهرب. حظكوا حلو ان انتوا هربتوا. يا عم اقعد، وعامل لي جامد قوي واسد، طلعت ارنب. وايه حكايه السجق دي يالا؟ ما هو كل اللي بيحصل ده بسبب السجق. رجعت البيت النهارده من غير ما اجيبه لها، عدمتني العافيه. يا نهار اسود، للدرجه دي؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك، هات لي السجق خلينا اشممه لها وتنام. المهم فين عبد بونت ده لخص؟ يا حلاوتك، بقى انت قاعد هنا وسايبني. اهو طبعا الفل يا مايستر. احنا اللي بعتنا ناصر. خدت ميعاد؟ انا لسه مديك لنا يا مايستر. بالاماره النمره اخرها 270. ايوه غنيت لي. انا بقى بتخانق من الناس اللي زيكم اللي هم يغنوا ويقفلوا. معلش يا فنان. خلص في الكلام، طلباتكم ايه؟ لحن ولا لحام؟ والله يعني احنا جايين في شغل، بس لو انت شايف ان احنا محتاجين لحام ولا حاجه عادي. انتوا دوينتم مع بعضيكوا ولا كل واحد هيلحم لوحده؟ انا بغني وهو بيلحم. وغنيت فين قبل كده؟ يا عم غنى في الافراح والمسارح وكل اسكندريه دي تم انت عرفه. وهنشرفوك يا باشا. هتشرفني في ايه؟ انت هتغني في الاولمبياد؟ هتشرفني ايه اللي دخل الشرف في الشغل؟ قول لي يالا، هتغني لايه ولا بتغني لمين؟ ما تخلص يا مايسر، كنا هنشتغل. ايه السلام؟ ومالك منفوخ قوي كده؟ يا عم ايه الملغيه دي؟ انا ماشي. الله استنى يا جدع، انت اهو خد خدك على حياتك. خدك على ادخل الحمام زي خوجو. ما دي مش طريقه معامله يا عم، احنا فنانين. انت من اول هتقول لي فنانين؟ ادخل منك لمؤاخذه نجوم العالم العربي تامه كانوا بيجوا لي المكتب ده، وهنا كانت نهايتهم. ايه؟ كانت بدايتهم. معلش يا اسطى، اصل هو اول مره جرب لحام البنطه. لا لا بس تعود على هواك يعني، خليك حلو. الله اقعد خلاص، مفيش مشكله. هو بس المؤاخذة يشطف وشه ويسرح شعره وتلبسه قميص نضيف حلو كده وزي بعض، هناخده فرح كادو والفرقة هتبقى على حسابكم. اه وما نشوف بقى. الرحمة يا اسطى، مش كده يعني، خلي غسيل الوش وتشطيفه علينا، وانت بقى خلي عليك الفرقة. يا عم حمو هتحايل عليه ولا ايه؟ صوتش يا عمنا، اهدى بقى. موافقين. بقولك ايه يا ابني، تهوى كمان قبل ما انسى بقى، عشان لما اخسى انا ما احب الشغل الشاوك والمعالج، لان انا عصبي وبتعالج. الف سلامة يا باشا. خير النات بعد كده على الموبايل مش عايز، فاهمين ولا لا؟ يا اخي السلام عليكم. يا عم اقعد تهوى بقى، عصبتوني. انا محمد. ايوه يا اسطى. خد البقاوات احجزهم في الورشه جوه، عشان لما اخسى هنعمل لهم توست صوت. توست توستر على كل شيء. يا فنان. يلا يا كابتن خش بيهم. يلا
كله لوجه الله. اول درس في القواعد عدم اللمامزه بتاع التريست بتاع الصوت. ما تخشش في الناس مره واحده كده عشان تفرح الام عشان ما تفضحناش هناك. لما مؤاخذه انت بتسخن الاول معايا في الكلام؟ أيوة. الاول هتقول ايه؟ يعني حسيت انك انت سخنت تلحن في الاغنيه اللي بعديها على طول. ومش اي لحن بقى، لا انا عايز لحن اكسجين اكسجين. اول حاجه هتحط الجناح، حطينا الجناح ولع يا اشرف، اسمع ولع فيهم ولع فيهم.